عندما نريد أن نفصل بالكلمات معنى لك نجد خيط الحبر عاجزا أن يمدك بثوب تقدير لائق. وعندما نجمع لك التحية لا نستطيع أن نحصي تلويح الكفوف وجيش الخواطر المترامية حولك. لا زال الفراش يحوم على بريق قنديل إبداعك المعلق في سقف الوطن، له وهج النجم ورقة النور مثل دفء صوتك وعذوبة ألحانك. وجوه الزمن الجميل أغلبهم ولكل واحد منهم لا ذكرى معه، واللي ما شافك وما التقى وياك حافظ شيء من أغانيك ويتذكر شيء لا علاقة بالمعاني اللي انت غنيتها ورددتها باحساسك وباصالتك، وهي الاصاله البحرينيه النبيله اللي دائما تجمع مثل ما جمعت الليل ومثل ما خلت هذه اللمه حواليك. هاي الليله واحده من اغنياتك وواحده من الحانك. محمد علي عبد الله طلع في فترة تعتبر مفصل بالنسبة للأغنية البحرينية الحديثة. في البداية أحب أن أتشرف بلقاء جميع الأخوة الحاضرين وعلى تفضلهم وتكرمهم بمقابلتي وأعطائي الصراحة حق يمكن أكثر من حق لا ما أستاهله. جميع الموجودين لي معاهم ذكريات أو أغلبهم لي معاهم ذكريات ومحبة وأخوة دائمة، وحضوري المفاجئ في هذا المكان الطيب ما هو إلا شرف كبير لي أعتز فيه. أنا كفنان بحريني أذكر أو أكرم من أخوان لي في البحرين، حسيت على أساس أن لي قيمة كبيرة عندهم وأنا ما كنت أعرف، وبفضل الله وعونه وتقديره وتشجيع الناس اللي شافوني واللي حبوني قدرت أن أوصل للمرتبة اللي أنا فيها الحين. أو أقدر أقول أن أنا الصراحة ما وصلت للكمال، لأن الكمال الله سبحانه وتعالى، ولكن قدرت أن أعطي شيء ناس حبته، أهل بلدي حبوه وقدروني على الحب اللي أنا أعطيتهم إياه. يعاد حزنك بصوتك على حس الوتر في العود، تغني للوطن والناس وتحسب للزمان وعود. وحشنا صوتك وفنك نشف ماي الوفا في العود، جرحنا قلبك الطيب خذلنا صوتك الدافي، نسينا وصرنا ما نسأل في برد بنت الودافي. وفي شدة أزمتك شلنا وخطفنا بشرع وبيدافي، رحنا وما بقى يمك صديق مخلص غير عود، رحنا وما بقى يمك صديق مخلص غير عود. طبعا يمكن شفت صغير وخريجنا شفت صغير، شفته مع نجوم ربعنا بالأسرة قبل بعيد لبعيد، لأن أيام نجم وأيام جماعة لسه وعيسى جاسم وربعنا ومحمد نجم
متغير متجبتل طاقة عودة. لكن بعض الناس محكومين بالقدر. محمد علي فنان غدير عطى البحرين فن مميز، يعني مو بصوته غير أصوات باقي المطربين، يعني في ميزة يعني ما يمكن ما تكرر أو تكرر بعد حين في شخص يطلع نفس صوته نفس رخامته نفس الحشرج اللي فيه. محمد علي عبد الله جيل أحمد الجميري وإبراهيم حبيب، أنا ذلين عاصرت الثلاثة وإحنا من بعد هذا الجيل هذي طيّن إحنا بعدهم. يعني كنت أقول دائماً أحمد الجميري الصوت القوي، إبراهيم حبيب الصوت الحساس الدافئ، محمد علي عبد الله الصوت الحنون. دائماً كنت أميز هاي الثلاثة ذلين العمالقة اللي إحنا تعلمنا منهم. من شفته وسمع صوته بذات صوته، يعني يمكن صورته تغيرت عن اللي كنت أذكره في ذاك الوقت، بس صوته رجعني نقول كم 25 سنة للوراء. محمد علي عبد الله يعني وبيننا تعلمنا على صوته الجميل، الله يعطي الصحة والعافية طول العمر إن شاء الله. وأنا سعيد جدا في هالشيء اللي أشوفه اللي هو تكريم، يعني هذه أقل شيء إنه هو يصير له. والله أول ما فتحت عيني على خلاصته دبي كان الفنانين اللي أقدر أقول أثروا فيني الفن البحريني هما اثنين. من الناحية الغنائية مو ما راح أحكي عن الصوت، فن الصوت نقول الأغاني الشبابية الحلوة اثنين، وهو عبد الله أبو شيخة. صوت محمد ذكرني بصوت النعام، صوت الأصيل، صوت البحريني النابع من هذه الأرض من قاع البحر، هذا صوت محمد. ونت النهام لون. السؤال صغير وقديه بس كبير ورايب، قول لي محمد علي عبد الله ولا مديني؟ محمد علي عبد الله يوديني مرات، يعني عيشني في زمن جميل، يعني ايام السبعينات. كني بالأصالة قيمة البحرين، براءة المدن، ارتباطنا بهذه الأماكن ما تشكل من شقاوة الطفولة. طبعا صوت محمد علي عبد الله من الأصوات الحنينة اللي تعرفنا عليها واحنا صغار. والله يذكرنا بعمق الأغاني الطيبة القديمة اللي تمثل الروح البحريني الأصيلة.